من الأفضل أن أتحقق من نتيجة الاختبار. مستحيل، هل أنا حامل؟ حسناً، ها هو ذا، إنه إيجابي. أعتقد أن هذه مدة كافية، سأرزق بطفل. أوه، رائحة فمي سيئة جداً في الصباح. من الأفضل أن أغسل أسناني. مهلاً، أنت؟ هل نسيت شيئاً؟ أجل يا سيدي، أقصد يا سيدتي، لقد أحضرت لك معجون الأسنان. آه، يمكنك الذهاب الآن. من الصعب تعيين موظفين بارعين هذه الأيام. يمنحني هذا شعوراً أفضل بالفعل. أحتاج إلى التبول، هذا ممل جداً. لدي فكرة أهم. هل حان وقت المسح؟ شكراً لك. أوبس، أنا فوضوية للغاية. هل ذلك براز؟ لا أعتقد أجراً يكفي لهذا، إنه سبريد الشوكولاتة. ها هم منكم ومن حسكم الفكاهي الغريب أيها الأثرياء. حسناً، من الأفضل أن أستعد. الذهب مفيد جداً للبشرة. أحب قناع الوجه الماسي، إنه رائع للتقشير. أعتقد أن هذا وقت كاف. واو، بشرتي تتألق. من الأفضل أن أغسل أسناني. تفضلي فرشاة أسنانك يا سيدتي، هل تسمحين لي؟ علينا أن نحافظ على تألق تلك الابتسامة الهوليوودية يا سيدتي. افتحي فمك على اتساع، لا تتركي أي بقعة. بالتأكيد، أعتقد أن لدي بعض الكافيار العالق في الخلف. ها هو ده، لقد كنت أحبس هذا طوال فترة الصباح. هذا أفضل، لقد انتهيت. هذه مضيعة للمال، ما مشكلة المناديل العادية؟ سأمسح نفسي بنفسي هذا الصباح، كم هذا مريح. سوف أدعك تفعلين ذلك. إنها درامية جداً، لقد فعلت ما هو أسوأ من ذلك. هل حل الصباح بالفعل؟ لقد نمت جيداً، لا يمكنني أن أرقد طوال اليوم. علي مداهمة حاويات القمامة، من الأفضل أن أحسن مظهري، ربما يستغرق هذا وقتاً. يسرني أنني جمعت مياه الأمطار هذا، إنها منعشة جداً، لقد جعلني هذا أستفيق. ما تلك الرائحة؟ أوه صحيح، إنها صادرة مني. من الأفضل أن أنظف أسناني. لا أقصد أن هذا سيحدث فارقاً. سيزيل هذان انتفاخ عيني. لقد سرقتهما، أقصد استعرتهما من المقهى المحلي. يمكنني استخدامهما لاحقاً لإعداد الشاي. سيفي ذلك بالغرض. أين المناديل؟ هل هذا كل ما لدي؟ ماذا يفترض أن أفعل بهذا؟ أنا أستخدم يدي مجدداً. هناك حل واحد فقط، سيؤلمني ذلك. واو، يا له من يوم، أنا وبطني المنتفخ فحسب. هل يوجد أفضل من هذا؟ يبدو هذا مكاناً رائعاً للراحة. أوه، لا لا لا، أجل. هل يعجبك ذلك أيها الصغير؟ هل تود الاستماع إليها أيضاً؟ أمك لديها أفضل ذوق موسيقي. لا شيء يضاهي الإفطار في الهواء الطلق، حتى لو كان الإفطار مجرد فاصوليا باردة، لكنني لا أتذمر. ماذا يحدث هناك؟ ارقص يا صغيري، يبدو ذلك ممتعاً. تحب الموسيقى أيضاً، أليس كذلك أيها الصغير؟ مهلاً، لدي فكرة، يمكنني استخدام هذه العلبة المعدنية. أستخدم مفكاً لأحدث ثقباً في القاعدة. أحتاج الآن إلى خيط، سأسحبه من الثقب وأربطه في شكل عقدة، ثم سأوصله بعلبة معدنية أخرى. من قد يحتاج إلى سماعات رأس فاخرة؟ هذه من أجلك، وأنا سأخذ هذا. اهدأ يا صغيري. الوقوف ليس سهلاً. حسناً، هيا بنا. ماذا تفعل تلك المشردة؟ يا للروعة. شالالالا، هذا محزن جداً، العالم مليء بالمجانين. أشعر بالملل الشديد، أريد بعض التسلية. يشرفنا أن نعزف لك يا سيدتي. أريد كلاماً أقل وعزفاً أكثر. دعينا ننتهي من هذا، هذا مهدئ جداً، أليس كذلك؟ معذرة، إنها ليست معجبة بهذا، هذا لا يفلح. لكننا مدربان على عزف الموسيقى الكلاسيكية، دعينا نجرب شيئاً مبهجاً أكثر. هذا مزعج جداً. حقاً؟ حسناً، دعينا نعزف موسيقى الروك، لنبدأ في هذا الأداء المنفرد. يا للروعة، هذا أفضل. يعجبني ذلك، شكراً يا أمي.
استمرا في العزف. هذا ممتع أكثر من عزف الكمان. من المهم أن أحافظ على صحتي خلال الحمل، لذا علي ممارسة التمارين أكثر. حسناً، هيا بنا نبدأ بشيء سهل. أنت تمزحين، أليس كذلك؟ أنا ثرية، أنا لا أمارس تمرين السلم. حسناً، لنتجاوز إلى التمرين التالي. أشعر بالندم على هذا بالفعل. لنمرن عضلات الذراع تلك. أجل، يبدو هذا عملاً شاقاً. حسناً، تمارين القوة لا تناسب الجميع. أو لدي فكرة، ربما يناسبك هذا أكثر. اجلسي على الكرة ومرني هذا الخصر. هذا سهل جداً، سأحكم على ذلك بنفسي. أوه، إنها طرية وناعمة، يعجبني هذا. مهلاً، أود التقاط صورة ذاتية. أبدو رائعة. هل تزداد حرارة الجو هنا؟ افعلي شيئاً. أوه، حسناً، دعيني أبردك. ذلك أفضل، شكراً. هل أستمر في فعل هذا؟ لا تتوقفي وإلا. واو، تأملوا ذلك، أني تمارس التمارين. يبدو تمرين الكرة هذا رائعاً. أعتقد أن من الأفضل أن أصبح لائقة مدنياً أيضاً. ليس لدي أي معدات، لابد أن هناك شيئاً يمكنني استخدامه. أو ستفي كرة القدم هذه بالغرض. سأضعها هنا ثم سأجلس عليها. هذا أصعب مما يبدو. أوه، علي أن أشعر بحرق السعرات. لا مكسب من دون ألم. ربما كان علي استخدام شيء أثقل. لقد أبلت والدتك جيداً. الرقص أفضل بكثير من رفع الأثقال. هاني، إنه يعتبر من التمارين المنشطة للقلب. حسناً، ما التالي؟ تأملوا ما اكتسبته. سأشعر بأثر هذا التمرين غداً. ماذا تفعل آني الآن؟ مهلاً، هل تلك يوغا؟ حسناً، يمكنني فعل ذلك. أحتاج إلى سجادة يوغا. لوح الكرتون هذا مثالي. حان الوقت لموازنة الشاكرا الخاصة بي، أو أيا كان ما يفعلونه. لأتحد مع أنفاسي. لقد سئمت هذا. حسناً، لقد وصلت. دعينا نفعل ذلك. توقفي عن فعل ذلك. هو مرحباً، اجعليني لائقة بدنياً أو أيا ما يكن. أنت تبدين جيداً، استمري. أكره هذا. طلبت أن تصنع هذه لك خصيصاً، أمل أن تعجبك. حقاً، تخلصي منها. حسناً، ماذا عن هذا؟ يمكنني التعايش مع هذا. أوه، إنها مريحة. هكذا تماماً، ليس بهذه السرعة. أعتقد أنني أشعر بالدوار. من الرائع أن أتنشق الهواء المنعش، هذا رائع. أجروا فحص سونار هنا. واو، لا يوجد زبائن كثر اليوم. مرحبا، هل يمكنني رؤية طفلي؟ أجل، لكن هذا ليس مجانيا، بل سيكلفك. هل ترين؟ اقرأ اللافتة. أو حسنا، سأعثر على بعض الطعام. سلة قمامة، هذا مثالي. لابد من وجود شيء هنا. دعوني ألقي نظرة. يمكنني استخدام هذه الشمعة والإناء. سأعد وجبة لذيذة سريعاً. سيكون من العار أن أضيع قشرة الموز هذا. تبدو جافة قليلاً. سأضيف قليلاً من الماء. ما التالي؟ بعض أوراق الأشجار المقرمشة. الآن سأضع هذه النكهات تندمج. رائحتها لذيذة، مثل ما اعتادت أمي أن تعدها تماماً. إنها جاهزة. رائحتها رائعة، لا يسعني الانتظار لأتذوقها. يا للروعة، هذا ما احتجت إليه تماماً. حسناً، تعالي إلى هنا، دعينا نرى ذلك الصغير. سأنصت إليه سريعاً. حسناً، لم يفعل ذلك شيئاً. هذا طفل خجول. يوهو، هل من أحد بالداخل؟ يفرح هذا عادةً. يبدو أننا سنحتاج إلى استخدام الطريقة الحديثة. كلا، لن يفلح ذلك. هذا ما احتاج إليه. بيبيب، هل تعرفين ما تفعلينه؟ ألست من محبي السيارات؟ جيكو، كان علي أن أدرك أن هذه فكرة سيئة. يبدو أن هذا قد نجح. ستكون لدي صورة السونار بعد قليل. أمهليني قليلاً، ما زلت أعتاد هذه التكنولوجيا. أمل ألا ينفد مني الحبر. كادت أن تصبح جاهزة. ها هي فتاتك الصغيرة، يمكنني رؤية الشبه العائلي بينكما. واو، إنها مذهلة. شكراً، سأضع هذه الصورة في إطار. عميلة مسرورة أخرى، ما
زلت لا أصدق أن المستشفى قد طرد نوريا. يبدو هذا لذيذاً جداً. أوه، رائحتها شهية. أتساءل عن طعمها. هذا لذيذ جداً. علي الحصول على المزيد من هذا. مريضة، تفضلي بالدخول. مرحباً أيها الطبيب، لا يسعني أن أصدق أنني سارة طفلي. هذا مشوق جداً. استلقي فحسب واتخذي وضعاً مريحاً. أوه، هذا بطن كبير. حسناً، سأضع بعض الجل، ربما يكون بارداً. مهلاً، إنه فارغ. ماذا يمكنني أن أستخدم الآن؟ مهلا اللحظة. إنها نائمة، لدي فكرة. يمكنني استخدام هذه الحلوى، لن تعرف الفارق. ما أسوأ ما قد يحدث. حسناً، سيفي ذلك بالغرض. لنلقي نظرة على الطفل. هذا جيد حتى الآن. يبدو كل شيء مثالياً. إنه طفل معافى سعيد. ها؟ ماذا؟ ما تلك الرائحة؟ هل تصدر من الجل؟ رائحة مذهلة. واو، هذا جيد. لا يسعني أن أصدق أنني كنت متوترة. أنا سعيد من نتائج كلها. أعتقد أننا انتهينا. لننظفك. سيكون هذا البطن المنتفخ لامعاً. يمكنك تغطيته الآن. دعيني أساعدك. أوه، كنت أنسى. لدي صورة طفلك هنا. إنه... كلا، لا أريد أن أراه. أريد أن تكون مفاجأة. حقاً؟ حسناً. أريد أن يكون هذا مميزاً. هل تعتقد أن بإمكانك فعل ذلك؟ سأجعل هذا يستحق مجهودك. بالتأكيد، لم لا؟ ثقي بي، أنا طبيب. لحسن الحظ أنني أحمل معي بالونات. علي شراء من فخ بالونات. ما رأيك بهذا؟ إنه فاخر، ها؟ يستحق هذا المال بالتأكيد. أوه، هذا ما أردته. شكراً، أنت الأفضل. ها أنا ذا. إنه صبي، هذا مذهل. شكراً جزيلاً لك أيها الطبيب. كان هذا أفضل يوم في حياتي. أنت عطوف جداً. أحب هذا الجزء من عملي. تبدو تلك جيدة هناك. يا للهول، أذلك غبار؟ كادت تلك أن تكون كارثة. حسناً، أعتقد أن كل شيء جاهز. مهلاً، ما تلك الرائحة؟ أود تهيئة الجو ليكون مناسباً. هذا أفضل. والآن سننتظر. رائحة فمي كريهة. أحتاج إلى بعض العلكة. كان من الممكن أن يصبح ذلك محرجاً. حسناً، لنفعل هذا. تفضلي بالدخول. مرحباً أيها الطبيب، أنا مستعدة لإجراء فحص السونار. تبدين متألقة يا ناومي. هذا من أجلك. تعرفين أنني أحب الذهب. حسناً، دعينا نلقي نظرة. ممتاز، تعجبني النتائج التي أراها. هذا يدغدغ. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. هل تودين تناول بعض الفاكهة بينما تنتظرين؟ لقد انتقيتها بنفسي. كلا، شكراً. أجري فحص السونار فحسب، اتفقنا؟ بالتأكيد، سأحضر صورة لك. سأعود بعد قليل. هذا ساخن. يا للأشياء التي أفعلها من أجل مرضاي. لابد من وجود طريقة أسهل. هل أنت مستعدة لرؤية طفلك؟ تدا! بالتأكيد لن تكون ذهبية هكذا. واو، هذا رائع. لقد ورثت أنفي. هل يمكنك أن تلتقط لنا صورة؟ هذا جميل. احرص على التقاط صورة جانبي الأفضل. مرحبا يا أمي. مرحبا يا عزيزتي. من الجيد رؤية كليكما. لدي شيء من أجلك. فكرت في أن نستمتع قليلا ونحظى ببعض المرح. شكرا، هذا مذهل. لكنني لست أرتدي ملابس مناسبة لحفلة. مهلا، سأرى ما يمكنني أن أرتديه. لابد أن لدي بعض الملابس الجميلة. لا تقلقي، سنعثر على شيء ما. ما هذا؟ ربما لا، إنه صغير جدا. ماذا يوجد هناك أيضا؟ لا أتذكر شراء هذا، لكن يبدو أنه سيكون ملائما. لمن هذا؟ أعطيني هذا. تظهري بأنك لم تريه قط. على كل حال، من الأفضل أن أرتدي ملابسي. إنه ضيق قليلا. دعيني أساعدك. هذا بلا جدوى. هل يمكنني أن أمرره على بطني؟ ماذا سأفعل؟
أعتقد أن لدي فكرة. أعرف كيف يمكنني إصلاح هذا، لكنني أحتاج إلى بعض الإمدادات. ربما علينا أن ننظف قبل مولد الطفل. حسناً، هل أنت مستعدة لتجديد مظهرك؟ مرري رأسك من هذا. حسناً، ماذا الآن؟ لا يمكنني أن أخرج بهذا الشكل. لم أنتهي بعد، لا تتحركي، علي أن أبدأ. ستكونين جميلة جداً. هل تعتقدين ذلك حقاً؟ كدنا ننتهي، ما رأيك؟ واو، إنه مذهل. أشعر بأنني عارضة أزياء، لكن لا ترتديها عندما يكون الجو ممطراً. أوه، ستلائم هذه بشكل رائع. حقاً، هل هذه من أجلي؟ أشعر بأنني متعلقة جداً. هيا بنا، سيكون هذا ممتعاً. هذا لطيف، لكنه لن يغطي بطني. من يفلح هذا؟ علي إجراء مكالمة. مرحباً، أحتاج إلى مساعدتك. حسناً، لقد وصلت. هل تمانعين؟ معذرة، لقد نسيت. هذا مهم جداً. على كل حال، لنجعلك تبدين فاتنة. لدي أشياء كثيرة رائعة هنا، ستحبينها. ها؟ ما رأيك؟ حقاً، أنا لست مزارعة. أخرجيهما من هنا. لكن إنها أحدث صيحة في باريس. حسناً، لدي فكرة. أوتش، هل هذا ضروري؟ سنصنع شيئاً فريداً. شيء يعبر عنك. ما اللون الذي يعجبك؟ توجد خيارات كثيرة متعددة. عادة أفضل اللون الذهبي. علي العثور على بعض العملاء الجدد، لكن اكتملت تحفتي الفنية. إنها أفضل أعمالي حتى الآن. هل هذا أفضل ما لديك؟ ما رأيك؟ لا بأس به، أعتقد أنه سيفي بالغرض. كيف يبدو؟ تبدين مدهشة. سأصدقك في ذلك. أحتاج إلى عطلة أخرى. شكراً، سأرحل من هنا. لطالما كان هذا يلائم مقاسي، ليس لدي شيء يرتديه. لن يلائمني هذا. ماذا عن هذا؟ هذا مزعج جداً. أحتاج إلى بعض الملابس الجديدة. أنت لا يمكنني العثور على شيء يرتديه. اذهبي واشتري لي بعض الفساتين الجديدة. حسناً، انتظري هنا تماماً. أنت، إنني أعمل هنا. إنني آسيا. ماذا حدث للتو؟ لقد عدت. مرحبا، استيقظي استيقظي. أعطني إياها. أمل أن تعجبك، تبدين رائعة في كل شيء. يا إلهي، كان ذلك ممطرا جدا. الآن يمكنني الاسترخاء للتنظيف المهدئ للأعصاب. حين توشكون على سماع ركلات قدم صغيركم، فلا يهم إن كنتم أثرياء أو مفلسين، فكل ما يحتاج إليه الطفل هو الحب. ما الأشياء اللطيفة التي فعلها والديكم من أجلكم؟ أخبرونا في التعليقات أدناه.